السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هكذا صلينا العيد، وبعد رمضان جاء العيد ليتوج كل ما قام به المؤمن في رمضان من القيام والصيام. يطلب الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، فيفرح المؤمن على ما قدم من الأعمال أمامه من الخير، ويطلب الله يطلب من الله المزيد. فالعيد جاء ليفرح المؤمن بطاعة الله سبحانه وتعالى، وليحس بأنه قد قام بما أراد الله منه، فيا فرحة لمن قام بما أراد الله منه. ومن الجميل أن تحس بشعور الإيمان وبشعور الوحدة الإيمانية في كل مكان، حيث يحس المؤمن في أي بقعة من بقاع الأرض بأنه عبد لله وبأنه يعبده سبحانه وتعالى. فها هو يوم العيد، يوم الجائزة كما جاء في الحديث، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بطاعته في باقي الأيام. فرمضان جاء مدرسة لنتربى فيه على الإيمان وعلى التقوى وعلى الأخلاق الفاضلة، ثم بعد ذلك نجتهد أكثر فيما تبقى من عمرنا. نطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه. وعيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم.